مساء الخير. في إطار الدعم التربوي الذي نقدمه في مادة الجغرافيا، يسعدنا أن نقدم درسا جديدا أو الحصة الأولى في الدرس الجديد البرازيل، مظاهر الفلاحة البرازيلية. إذن كما تلاحظون هذه هي الخريطة العامة للبرازيل، ويعني أول ملاحظة أنها مترامية الأطراف، يعني يحدها من جهة الشرق ومن الجنوب المحيط الأطلنطي، ويحدها من الشمال سورينام، فنزويلا، كولومبيا، ومن جهة الغرب البيرو وبوليفيا، ثم كذلك يعني من الغرب الباراغواي، الأرجنتين، ومن أقصى الجنوب الأوروغواي. يعني 8 دول تحد البرازيل، يعني على مساحة 8,511,000 كيلومتر مربع، 8,511,000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل مساحة أمريكا الجنوبية، يعني نصف ديال المساحة ديال أمريكا الجنوبية. فقط أن البرازيل هي التي تحتله أو يعني تمتد عليه. هذه الفلاحة بطبيعة الحال يعني موضوعنا يتمحور حول الفلاحة وحول نقاط أساسية عن تنوع هذه الفلاحة وعن الضخامة وعن توطين يعني هذه الفلاحة وكذلك احتلالها للمراكز وعن العوامل المساعدة لهذه الفلاحة وكذلك يعني المشاكل التي تعاني منها الفلاحة البرازيلية. إذن السؤال الذي يطرح، إذا كانت عندك مساحة شاسعة ووفرت المياه وسهول خصبة، ألا يمكن أن تكون لديك فلاحة قوية تنافس بها بلدان متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والصين؟ الجواب بطبيعة الحال نعم. هذه كما تلاحظون في الخريطة، هذه المنطقة بالأخضر، هذه المنطقة بالأخضر مجال غابوي كثيف، مجال غابوي كثيف لما يسمى بحوض الأمازون أو بالغابة الاستوائية للأمازون، وهي يعني تمتد، يعني هذا حوض الأمازون يغطي حوالي 40% من أمريكا الجنوبية، وكذلك يخترقه نهر الأمازون، يخترقه نهر الأمازون بطول 6,437 متر. تصوروا معي أن نهر الأمازون يصب في المحيط الأطلنطي 300,000 متر في الثانية في موسم الأمطار، يعني حتى أعيد هذا الرقم، 300,000 متر مكعب في الثانية في موسم الأمطار في المحيط الأطلنطي، يعني أنه كمية هائلة من المياه يقذفها هذا النهر في اتجاه المحيط الأطلنطي ويخترق العديد من البلدان ويغطي غابة الأمازون. كما تلاحظون هذه الغابة شاسعة ومترامية الأطراف، من طبيعة الحال أول من توجد لهذه الغابة هو الخشب التي تصدر منه البرازيل 11 مليار كيلوغرام كل سنة، وتحتل بها الرتبة الثالثة على المستوى العالمي. إذن هذه كما تلاحظون، أعود إلى الخريطة، إذن هذه هي الخريطة البرازيل، خريطة الفلاحة البرازيلية. إذن كما تلاحظون هذا اللون الأحمر هي زراعة البن والكاكاو وزراعات تصديرية للصوجة والذرة، وتتواجد بالجنوب، بأقصى الجنوب، يعني بساو باولو إلى بورتو أليغري. بورتو أليغري تعني ميناء الفرح، بورتو بالإسبانية ميناء بورتو، ثم أليغري تعني بالبرتغالية الفرح، يعني ميناء الفرح، وهو في أقصى الجنوب.
إذن هذا اللون الأحمر يعادله كذلك هذه المساحة البيضاء يعني في الهضبة البرازيلية وفي برازيليا وفي المنطقة في اتجاه المنطقة الشرقية، هذه المنطقة البيضاء التي أضع عليها أصبعي، هذه منطقة لتربية الماشية، تربية الماشية. وسأعود لهذه النقطة أن البرازيل تحتل يعني صفوف متقدمة على المستوى العالمي في الإنتاج الحيواني وفي إنتاج الحليب واللحوم، يعني هذه المنطقة كاملة وهي مساحة شاسعة من البرازيل يعني وسط البلاد والشرق في اتجاه المحيط الأطلنطي كلها يعني لتربية الماشية. ثم كذلك هذا اللون الأزرق، هذا اللون الأزرق في أقصى الجنوب يعني تربية الماشية إلى جانب زراعات متنوعة. ثم هناك لون آخر يعني هذا الأخضر كما قلت هو لون لمجال غابوي كثيف والغابة الاستوائية. ثم هذا اللون الأحمر ببصمة الأصبع وهو المناطق الرئيسية للاستيطان داخل الغابة الاستوائية وبمناخها الاستوائي، وأكبر هذه المناطق أو هذه المدن مناوس وهي أكبر المدن في هذه المنطقة الغربية للبرازيل. إذن هذه الفلاحة البرازيلية تمتاز بالتنوع، هذا التنوع يعني وجود مجموعة من المحاصيل الزراعية، هذه المحاصيل الزراعية تأتي من تنوع المناخ، مناخ محيطي في الواجهة الشرقية ثم مناخ في الشمال مناخ استوائي وفي أقصى الجنوب مناخ مداري ثم مناخ قاري في وسط البلاد ثم هناك مناخ جبلي. تعدد هذه المناخات يمنحنا يعني محاصيل زراعية متنوعة يعني من بينها البن، قصب سكر يعني البن من الإنتاج العالمي 28% من الإنتاج العالمي وتحتل بها البرازيل المرتبة الأولى، ثم قصب السكر 50% من الإنتاج العالمي وتحتل المرتبة الأولى، والصوجة 25% من الإنتاج العالمي وتحتل الرتبة الأولى، ثم الكاكاو 5.5 من الإنتاج العالمي وتحتل الرتبة 6، ثم الخشب يعني تحتل به المرتبة السادسة. لهذه الفلاحة مجموعة من المميزات، أول هذه المميزات أنها تساهم يعني الفلاحة البرازيلية في الناتج الداخلي الخام وفي الصناعات الغذائية، وثاني هذه النقط أنها تتميز بقوة الزراعات التسويقية، البن، قصب السكر، صوجة، كاكاو وما إلى ذلك، بالإضافة إلى الحوامض، ثم تحتل الرتبة الأولى في إنتاج البن وكذلك البرتقال والأبقار، والرتبة الثالثة في الذرة والخنازير. ثم تساهم يعني هذه الصناعة الغذائية بارتباط مع الفلاحة ب 33% من الإنتاج الداخلي الخام للبرازيل، وتتوفر البرازيل من طبيعة الحال على أضخم قطيع من الماشية ومن الحيوانات يعني الخنازير والأبقار، ثم وتعتبر من أهم الدول المصدرة للحليب ومشتقاته واللحوم، وترتكز أهم الزراعات في الجانب الشرقي وفي منطقة الجنوب. هذه هي الفلاحة، يعني الفلاحة إما أنها يعني هناك تمدد يعني هذه الأسهم الأربعة تمدد نحو منطقة غابة الأمازون أو نحو الهضبة البرازيلية أو نحو السهول الساحلية، يعني أن الفلاحة البرازيلية تتمدد على حساب الغابة البرازيلية أو على حساب الهضبة البرازيلية أو حتى على حساب السهول الساحلية للبرازيل. تمتاز كما قلت بالتنوع، تمتاز بالضخامة، وترتكز أو في أقصى الجنوب، وهذه هي يعني العديد من المدن التي تحيط بهذه، أبرز هذه المدن
بورتو أليغري، ساو باولو، ريو دي جانيرو، واتلو أوريزونتال. يعني هذه هي الخريطة العامة للبرازيل. من طبيعة الحال هذه البرازيل هناك عوامل مساعدة لهذه الفلاحة. من بين هذه العوامل المساعدة قلت بأنها يعني مساحة كبيرة تتجاوز 8.5 مليون، ثم أن هناك قوة بشرية. هذه القوة البشرية تعتبر سوقا استهلاكية لهذه المنتوجات الفلاحية، بحيث يبلغ عدد أو تعداد السكاني للبرازيل 167.7 مليون نسمة حسب إحصائيات 2012. ثم ارتباط هذه الفلاحة بالقطاع الثاني الصناعة، وبالقطاع الثالث التجارة، والتداخل فيما بينهما. كذلك يعني الاستفادة من مناخات متعددة، ثم الاستفادة من حوض الأمازون، ويعني في إنتاج الأخشاب. إذا سمحتوا لي هناك رقم أساسي، بحيث أن هناك من الغابات 40,000 نوع من النباتات، 40,000 نوع من النباتات، وتعتبر شجرة الجوز العملاقة بطول 64 متر، 64 متر. إذن هذه الفلاحة المتنوعة والضخمة والتي تحتل مراكز متقدمة على المستوى العالمي تبقى لها يعني كما تلاحظون يعني تمتد من خط الاستواء، وكنعرفوا خط الاستواء يعني أمطار وحرارة طيلة السنة، إلى مدار الجدي، حيث يسود مناخ مداري يصلح للزراعات التي تحتاج إلى الحرارة. إذا كانت العوامل المساعدة حوض الأمازون، يعني سهول خصبة في منطقة الشمال وفي منطقة الجنوب، وكذلك في المناطق الساحلية التي للإشارة أنها تمتد، يعني المناطق الساحلية على المحيط الأطلسي الأطلنطي تمتد على مسافة 7,000 كيلومتر، يعني مسافة شاسعة من هذه السهول. إذن أعود وأقول، إذن هناك سهول خصبة في حوض الأمازون، ثم في أقصى الجنوب، ثم سهول ساحلية، ثم هناك وفرة المياه. نهر الأمازون يعني يضخ كميات هائلة من الأمطار، ويقدم يعني في الإنتاج الكهربائي، وفي مياه الشرب، وكذلك في مياه السقي لكامل البرازيل، بحيث كما قلت سابقا أنه يضخ في المحيط الأطلنطي أزيد من 300,000 متر في الثانية في موسم الأمطار، وهو رقم خيالي وضخم كبير جدا، حتى أن مساحات شاسعة من المحيط الأطلنطي تتواجد بها مياه عذبة. إذن هذه العوامل المساعدة: مناخ متنوع، تربة صالحة للزراعة، مساحات شاسعة وسهول خصبة، ثم وفرت المياه، ثم هناك عامل بشري يعني خبرة الفلاح البرازيلي وتعامله مع الفلاحة ومع هذه المنتوجات التسويقية، وكذلك رعايته لها بشكل جيد. إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فإذا كانت هذه الفلاحة تنافس الفلاحة الفرنسية والفلاحة الهندية والصينية وفلاحة الاتحاد الأوروبي بشكل عام وفلاحة الولايات المتحدة الأمريكية، فإنها تعاني كذلك من العديد من المشاكل. أولى هذه المشاكل هو مشكل المنافسة القوية في مجموعة من المنتوجات، وانهيار الأسعار في الكثير من الأحيان، يعني المنتوجات الزراعية سواء البن أو قصب السكر أو الصوجة أو الكاكاو أو إذن كما قلت بأن البرازيل تعاني من مشكل التوزيع الغير العادل لهذه الاستغلاليات الفلاحية، بحيث أن 3% من سكان البلاد يستحوذون على أجود وأخصب الأراضي،
وهناك فئة كبيرة من البرازيليين يعني تعاني الفقر والحرمان رغم هذه الفلاحة القوية ورغم هذه المياه وهذه الأنهار وكذلك هذه المنتوجات. إذن خلاصة القول أن الفلاحة البرازيلية فلاحة قوية على المستوى التسويقي وخصوصا المنتجات التسويقية نحو الخارج، ولكنها تعاني من هذا التناقض بين فلاحة تسويقية وفلاحة تقليدية بوسائل تقليدية وعتيقة كما يقال. ثم هناك مشكل التباين بين هذه الفلاحة بين الشمال في منطقة الغابة الاستوائية وبين الجنوب، وفي حين أن هناك مناطق يعني فارغة لا تصلح أو يعني تعمل الدولة على استصلاحها بغية توسيع مجال الفلاحي. إذن خلاصة القول أن الفلاحة البرازيلية فلاحة قوية متنوعة ضخمة تحتل العديد من المراتب، لها إمكانيات ضخمة، ولكنها كذلك تعاني من مشاكل وإكراهات تحاول الدولة البرازيلية تخطيها في مجموعة من مخططاتها التي تسعى جاهدة إلى تحقيقها. نأتي على نهاية هذه الحصة من البرازيل، معنا الحصة الثانية حول الصناعة أو مظاهر الصناعة في البرازيل، ثم حصة ثالثة حول التجارة البرازيلية أو مظاهر التجارة البرازيلية. إلى ذلك من حين أسعد الله أوقاتكم كل التقدير والمحبة. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة الثقافية والمعرفية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.